أنا محتاج منك فرصة كاملة. لو مش عشاني يبقى علشان تيا بنتك. بابي! هاي تيا. صالحته؟ لا يا حبيبتي، إحنا أساساً مش متخانقين. يعني إحنا نقعد هنا؟ لا يا حبيبتي، مش النهاردة، بس قريب، قريب قوي إن شاء الله. ها خير؟ إيه الموضوع اللي عايزين تتكلموا فيه؟ في الحقيقة هو في الحقيقة لا إنجز، ده أنا ما صدقت إنها مركزة. أيوة أيوة، في الحقيقة ست هادية، في قصة حب شريفة وعفيفة وعنيفة نشأت بيني وبالروعة الظريفة، وعايزين موافقة حضرتك اللطيفة. بالمختصر أنا والكابتن هيثم بنحب بعض وعاوزين نتجوز، وبصراحة هموت يا تيزا وأخش كده هو نكتب على صفحتي الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأعمل لكل الشباب بلوك اللي عندي واللي مش عندي، عشان يعني يتحسروا كده هون على النعمة اللي كانت قصادهم وضيعوها من إيديهم. وده عاجبك فيه إيه ده؟ صحيح، وده عاجبك فيه إيه؟ أقول إيه ولا إيه؟ حلاوته ولا رقيته ولا قرعته؟ شفتي قرعته؟ طالما ما شفتيش يبقى ما تحكميش. مش هحكي لك حاجة تاني. أنا أقصد عاجبك إيه في شخصيته؟ يعني أصلك هو كده يا تيزا مبتسم تملي وبشوش ومقبل على الحياة بدون سبب، وانا عايزه افهمه ان ده غلط، ولا احنا يعني دورنا ايه كستات بقى؟ وانت عجبك فيها ايه؟ عجبني انها من وسط البيت ده كله اختارتني انا. دي قصه حب عميقه بقى. ماشي، انا موافقه، بس بشرط ما تسيبوش البيت ده. ما شاء الله، دي مركزه قوي النهارده. يعني حضرتك موافقه يا ست الكل؟ موافقة. هي جت عليكم فكل هيتجوز ويمشي ويسيبني، وانا هكبر لكم الاوضه واخليها شقه صغيره، بس بشرط ما تسيبونيش ولا تسيبوا البيت ده. حلقات جديده يوميا على فيو بتوقيتك.